أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وعبر برنامجكم إسرائيل في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10. ومثل ما عودناكم في كل حلقة من حلقات برنامج إسرائيل نستضيف إحدى الشخصيات الكويتية التي أسهمت في الكثير في خدمة دولة الكويت. ويسرنا لهذه الليلة أن يكون ضيفي الكريم النائب والوزير السابق أحمد باقر أبو محمد. حياك الله معنا في برنامج إسرائيل. الله يحييك يا هلا خفاي. يعني بداية أشكر لك أنك لبيت هذه الدعوة ولا هي غريبة عليك، يعني حرصك على يعني أنك تلبي كل دعوة للإعلام بشكل عام أبو محمد. وراح أبدأ معاك أبو محمد بما أن برنامجنا إسرائيل وإحنا أكيد ما راح ناخذ الجانب السياسي والحياة السياسية الحافلة عند أحمد باقر، راح نترك المشاهد يتعرف أكثر عن أحمد باقر. محمد عشت يعني طفولة سعيدة ولله الحمد، كيف كانت هذه السعادة وأيضا شنو المقومات اللي كانت قبل واللي كانت الحين وش اللي تغير؟ والله أشكرك أول شيء، جزاك الله خير. وأنا ولدت في الميدان، شارع الميدان في قريب من منطقة شرق في الكويت، وفي سن السابعة تقريبا انتقلنا إلى المرقاب، وكنا يعني ربع عندنا في الفريج، ويعني طفولة كانت سعيدة مثل ما قلت الحمد لله. بيتنا كان ملتقى، أبوي الله يرحمه كان عنده فطور في رمضان يومي جماعي هذا الكبير، لأنه كان بوزارة الأوقاف، حتى ضيوف وزارة الأوقاف كان يجون، مشايخ وزارة الأوقاف، وكنت مرافق لوالدي على طول الحية. بعدين انتقلنا في لما دشيت ثاني ثانوي انتقلنا إلى المنصورية الحية، ويعني الحمد لله أيضا كان عندنا أصدقاء يعني طيبين جدا، لا زالت صداقتنا مستمرة إلى اليوم في ثانوية الدعية كنا. والحمد لله تعالى يعني كانت تحصيل علمي ودراسة ونشاطات شبابية، فالحمد لله يعني كنا يعني من 56 سنة 56 كنا نسافر بالصيف في لبنان سنويا الحقيقة، وكانت أيضا كنا نستمتع طبعا. هل لازلت من عشاق لبنان أبو محمد؟ والله نعم، أنا أحب لبنان جدا، لأن قلت لك من سنة 56 ل 73 سنويا كنا في لبنان، لكن الآن تغيرت الأمور شوية، يعني صار فيها حروب طائفية، ما عادت مثل قبل، مشاكل أمنية مثل ما احنا نشأنا في لبنان. يعني كنا نتسلق الجبال، كنا نروح، احنا شباب صغار يعني متوسط بالثانوية، ونروح كل مكان، ما كنا نسمع يعني عن المشاكل اللي موجودة هذه الأيام الحقيقة. وهذا يعطينا درس يعني ان احنا اذا عندك شيء زين حافظ عليه، حافظ عليه لا يخترب. ومحمد شو اللي تغير من قبل والحين؟ هل 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 بعض الامور اللي عشتوها قبل في هذاك الزمن الجميل مثل ما تفضلت قبل شوي، واللقاءات والفطور كان عند الوالد رحمه الله عليه، اكيد في امور، يعني هل الزمان تغير ولا الناس تغيرت ولا انفتاح العالم وانشغالات الناس باموره هي اللي جعلت هذا التغيير واضح؟ والله يعني لا شك التغيير هو سنه طبيعيه، كل المجتمعات تتغير، وللأسف يعني صار في تغييرات في الكويت، يعني الناس صاروا أقل ارتباطا من قبل بعضهم البعض الحقيقة، كأقارب كجيران. وبعدين طغت المادة في السنوات الأخيرة كثير جدا، ونادر أول كنا نسمع عن حوادث مثلا أو جرائم، يعني بس بداية الستينات كان يندر أن تسمع جريمة أو كذا في الكويت، الآن تسمع بشكل يومي جرائم كثيرة. ويعني الجرأة السياسية أعتقد كبيرة في الكويت عندنا، من أنا ريال سياسي يعني، لكن ما ودي الشعب كله يصير يعني مهتم بالسياسة إلى هذه الدرجة. إحنا سافرنا، درست أنا في بريطانيا ودرست في السويد وزرت كل دول العالم، تحس إن الجرأة السياسية بالكويت كبيرة جدا، لكن لما تروح كل مكان وتلتقي يعني في جامعات بطلبة في مؤسسات طبية دوائية، ما تشوف الكلام على السياسة بشكل يومي يعني مثل الآن يعني حاصل في الكويت. السبب رأيك محمد شنو؟ والله الدولة صغيرة والحرية اللي تمتع فيها الكويت، يعني الحمد لله عندنا حريات ممتازة جدا، والمناسبة أنا ضد من يريد توسيع هذه الحريات أبدا، حرية كافية جدا جدا، ويجب أن يكون حتى في ضوابط
أنت شايف شنو صاير في وسائل الاتصال الاجتماعي الآن، من انتهاك الخصوصية ومن يعني آفات اللسان، يعني نقد إلى درجة الفحش يعني الحقيقة في بعض الأحيان، طبعا مو الجميع لكن موجودة. فهذا إساءة للمجتمع ككل. حتى في مقال الأخير أمس في جريدة الجريدة بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن هذه سماها الحالقة، وقال لا أقول أنها تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يعني في آيات وأحاديث كثيرة تنهى عن الغيبة والنميمة والكذب والسب، كل هالأشياء هذه للأسف أصبحت موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أعتقد هذه شوية عكرت الوضع اللي في الكويت. يعني على سبيل المثال أذكر لك أن لما حبينا العمل السياسي في بداية الثمانينات، أنا ومجموعة من الشباب، من كنا نقرأ له؟ كنا نقرأ حق الدكتور عثمان عبد الملك الله يرحمه، زين، حق أساتذة الفقه الدستوري، علماء الشريعة، مقالات مطولة في الجرائد نقرأها نسولف عنها. الآن أكثر ما يقرأ هو يعني التغريدات والواتساب، وكثير منها مثل ما أعرف والناس يتكلمون بالدواوين، كثير منها يتضح في النهاية أنه غير صحيح الحقيقة. فهذا أثر على المجتمع الكويتي وايد الحقيقة. كان الطرح في المجلس مجالس سابقة الحقيقة في حدة أحيانا، بس مو كل جلسة تصير في دور الانعقاد 8 شهور، تصير مرة أو مرتين يعني نرفزة صراخ، بس في المجالس الأخيرة صارت في كل جلسة، وهذا مو شيء زين يعني، مو شيء طيب الحقيقة. وبعدين طغيان مثل ما قلنا الجرعة السياسية على الجرعة الاقتصادية على الجرعة الأخلاقية على، يعني أنا أشوف ما أدري، يعني أنا شخصيا مو مرتاح يعني من يعني من ممكن نقول أبو محمد أن الجرعة السياسية العالية مثل ما وصفتها قبل شوي هي أثرت على الجرعات اللي محتاجتها الدولة أكثر من جرعات اقتصادية وغيرها. بالتأكيد أبو محمد، يعني بما أنك ما شاء الله توجهت لدراسة الصيدلة وكنت في تعيش في كنف والد رحمة الله عليه متدين، ومثل ما تفضلت إمام وخطيب وكان مفتش في الأوقاف وكان حريص على اصطحابك إلى دروس العلم وحلقات الذكر، إلا أنك توجهت إلى دراسة الصيدلة، ليش ما تأثرت في الوالد رحمة الله عليه؟ على أيامنا كان الشطار يدشون علمي، كان لما تخلص ثانية ثانوي تختار علمي ولا أدبي، فالشطار يروحون علمي، فاحنا كنا نتفاخر احنا يعني رحنا علمي، وبالتالي لما تخلص العلمي تختار بين الهندسة أمريكا، كان معي بالثانوية عبد الخالق إبراهيم على سبيل المثال بصفي واختار هندسة اسكندرية، أنا رحت صيدلة بسكندرية أيضا نفس التخصص، فكان تخصصات طبية أكثرها يروحون مصر، تخصصات الهندسية أكثر يروحون أمريكا، مع بعض بنروح طبعا يعني. ف يعني فعلا التوجه الإسلامي موجود من الصغر، لكن التوجه الإسلامي وحده الحقيقة يجب أن يكون موجود في كل الناس، زين، لكن أيضا معه التخصص العلمي أو التخصص الوظيفي، يعني ما يتنافى هذا مع هذا. يعني أبو محمد، بما أنا قاعد نتكلم على الوالد رحمة الله عليه، ويمكن آخر سؤال كان عدم تأثرك المباشر لدراسة مثلا العلم الشرعي، شنو اللي تعلمته من الوالد رحمة الله عليه، وشنو اللي علمته لعيالك وأيضا عيالك علموه لأحفادهم؟ والله الوالد كان الله يرحمه منضبط جدا جدا، يعني أنا أتمنى لو أني طلعت مثله، يعني هو مثل الساعة نومه قعدته الحقيقة، إشرافه كان مراقب المساجد، إشرافه على المساجد في ذاك كان الوحيد طبعا بالكويت، مراقب واحد الحين يمكن موجودين عشرات أو ما أدري، لأن الكويت كبرت ما شاء الله، كان مراقب على جميع المساجد المساجد الموجودة في الكويت، مراقب مساجد الكويت، فمعروف يعني حتى لما رشحت سنة 85 دش دعوين الشاب من أقول لهم أنا أبوي يعقوب باقر يرحمون ترحيب بشكل كبير. لكن حال أقول لك يعني مثلا على سبيل المثال أذكر تماما كانوا يتجمعون على الكراسي في مسجد السوق ويتأكدون أن كل المساجد أصبح فيها خطباء، بعدين يأخذني نكونوا يا طبعا يتأكد أن كل المساجد وصلها الخطباء الجمعة، فأخذني وروح مسجد البدر في جبلة، مسجد البدر كان ملتقى لشياب الكويت وأهل الكويت،
نروح يعني مبكر، حتى انا قاعد وانا صغير سند على احد المندات الحقيقه، الشياب كلهم بالصفوف الاولى مع بشوتهم الشياب. وهالمسألة كان خطب فيه حسب يعني ما علمت يعني ما لحقت، كان بن جراح لحقت عليه، كان يطلع يخطب وخطبته قصيره جدا. قبله يكون كان بن خميس، احمد بن خميس، وقبله كان عبد الله خلف الحيان في نفس المسجد، فكان هو ملتقى الشياب واهل الكويت في ذلك الوقت في مسجد البدر. مسجد البدر في جبله، وللاسف يعني ازيل يعني، وهذا من الاخطاء الحقيقه، كان مساجد تراثيه لازم نحافظ عليها الحقيقه. أبو محمد، الوالدة رحمة الله عليها، شنو تعلمت من الوالدة وخصوصاً بعد وفاتها؟ ونسأل الله عز وجل أن يسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين. كتبت مقال موغل هذا المقال بالعواطف الجياشة، وأعتقد أنها عواطف طبيعية جداً من ابن إلى والدته. الله يرحمها. رحمة الله عليها. هي كانت بنت ملا أحمد عبد الله التركيت، وفي مسجد الآن بشرق يحمل اسمه، مسجده اللي كان يصلي فيه، كان هو الإمام والخطيب زين لمدة 40 سنة الحقيقة، وفي اسم محطوط على المسجد الآن، مسجد تراثي قديم الحقيقة. الوالدة كانت مثل أمهات الكويت كلها يعني، درست في عند الكتاب أو يعني عند العائلة التركيت، كان فيها الحقيقة حريم يدرسون يعني معلمة في البيوت طبعا، فتلقت التعليم القراءة والكتابة عند أحد نساء من العائلة نفسها، وكانت تقرأ زين، تقرأ كتب، وكانت تحب الشعر، والله يرحمها كانت مهتمة في نوايا زيادة على اللزوم، كانت تدفع بالتعليم بشكل كبير جدا، وتقول يعني لازم تعلمون تصلون شهادات يعني. كان الوالد كان بالجانب الديني اكثر، بس هي كانت في الدراسه مهتمه بدراستنا وايد، الله يرحمها، رحمه الله عليها. اذا متواصلين معاكم مشاهدينا الكرام، ومتواصلين مع ضيفي الكريم النائب والوزير السابق احمد باقر، فاصل ونرجع لكم ان شاء الله. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام، ونجدد الترحبة فيكم، والترحبة موصولة لكل من انضم إلينا الآن في برنامج إسراي، وأجدد الترحبة أكيد بضيفي الكريم النائب الوزير السابق أحمد باقر. محمد، حياك الله مرة ثانية معنا. ويمكن قبل الفاصل تكلمنا عن يعني الوالد رحمة الله عليه وعن الوالدة رحمة الله عليهم، ولكن محمد أكثر من 30 سنة وما شاء الله قلمك يعني يسيل ومتنوع في كتابة المقالات بين العديد من الصحف، ودنا نتكلم عن هذه الرحلة وعن رحلة قلمك خلال 30 سنة. الله يسلمك، أول ما تخرجت بديت الكتابة، كان الشيخ عبد الرحمن الخالق يشرف على الصفحة الدينية في الوطن، صحيفة الوطن، وبديت أكتب فيها بشكل أسبوعي، في رمضان كنت أكتب بشكل يومي، استمرت الكتابة فيها من 75 إلى 84. بعدها كلمني جاسم المطوع رئيس التحرير الله يرحمه، رجل محترم وفاضل، فقال لي الإدارة تبي توقف مقالاتك لأنك بترشح في مجلس الأمة، وأنت خطك يختلف عن خط الإدارة، فما نبي نسوي لك دعاية. فالحقيقة استغربت وقلت له بكلم رئيس مجلس الإدارة، فكلمت بطلع الله يرحمه الأخ محمد سعد صالح وصديق عزيز وكذا، وكلمته قال لي تدري انت خطك اختفى خطنا، احنا ما نبي يعني نطلق اي مقالات فترة المقبله. فرحت الى صحيفه الراي العام، كان الاخ جاسم العون يعرف الاخ المرحوم عبد العزيز سعيد، وقال لاحمد باقر قال اي حياه الله خليه يكتب عندنا. بديت اكتب، ولكن ايضا نفس الشيء عقب اسابيع قليله قالوا لي بنوقف مقالاتك. خطك هم كان غير؟ ما كان في سبب واضح، وانا ما حبيت يعني ايضا اطولها، فانتقلت كلمت صحيفه الانباء، ما قصروا الحقيقه اصحاب صحيفه الانباء، بس هالمره عشان ما تعرض لمضايقات فحطيت اسمي اللي مو معروف فيه بقلم، مقالاتي كانت تنزل بقلم احمد العبد الله. احمد العبد الله، احمد عبد الله هو اسمي انا، اسمي احمد يعقوب يوسف باقر العبد الله، بس انشهرنا اكثر شيء انشهرت احمد باقر زين، ما عرفوا منو، حتى كان يكلمني جاسر المطوع يقول منو هذا احمد العبد الله اللي يكتب، لان كنت شويه هاجمهم يعني، او يعني انتقد انتقاد يعني بناء الحمد لله، ما هاجم يعني هجوم غير سليم ابدا. فعقب الانتخابات نزلت، رجعت 85 عشان اطلع بيان
أو تصريح أني أشكر جهة الأنباء اللي احتضتني عقب ما الجرائد الثانية وقفوني. أنا أحمد باقر العبد الله. يعني اعترفت بالنهاية؟ عشان يتصل فيني جاسم الله يرحمه قال لي عرفنا أنت. أقول منه هذا اللي يكتب؟ أقول منه يكتب؟ فبعدين استمريت مع الأنباء إلى ما صارت أحداث حل مجلس الأمة، وكانت مقالاتنا يعني للأسف تراجع من قبل الرقيب، كان يمنع أكثرها الحقيقة. عقب التحرير انضميت للقبس وتميت في القبس إلى الوزارة تقريبا في 2001، من دشيت يعني تقريبا من 92 بعد الغزو إلى 2001 كنت في القبس. هل الكتابة أبو محمد والآن في جريدة الجريدة هل الكتابة أبو محمد تصقل أكثر شخصية السياسي أو لا؟ الكتابة تعلمك أكثر شيء في نظري دقة. لما تكتب شيء اختيار الكلمة زين، نقول من القانون الفلاني، أي قانون؟ أبي استشهد بقانون، أبي استشهد بحديث من الأحاديث، وين هالحديث هذا؟ شو النصة؟ صحيح ولا مو صحيح؟ يخدم الغرض اللي أنا أبي ولا لا؟ فلما تتطرق إلى موضوع يعني يسمونه عصارة القلم، الكتابة هي عصارة القلب أمانة يعني، فلازم يحط الإنسان ضميره كله فيما يكتب، يعتقد أنه هذه أولا الكلام اللي كتبه كله صحيح، وثانيا يعبر عما في نفسه، وثالثا هو نصيحة لكل من يقرأ الكلام الحقيقة، ونكون في معلومة أيضا مفيدة الحقيقة، مو طنازة ولا يعني مبالغة. أنا ما أحب جد أبدا ما أحب المبالغات الحقيقة اللي قاعد يهول. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. الحقيقة المبالغة اللي طغت في الساعة الأخيرة هذه السنوات الأخيرة يعني أيضا ما كان لها تأثير جيد أمانة الحقيقة. بس أقول لك يعني الكتابة تعلم الدقة، تدفع الإنسان للإطلاع والقراءة، والكتابة أيضا تعلمه يعني أن يكون له موقف تجاه الأحداث الحقيقة اللي قاعد تصير. الكتابة مهمة جدا. أتمنى الحقيقة أن شبابنا بدل ما يكتب لك كلمتين في التويتر ونصها أخطاء مطبعية ونصها أخطاء إملائية، خلي يطلع ويكتب شيء مفيد الحقيقة. يعني هل الكتابة أبو محمد أو المقالات أو بعض الأعمدة في الصحف تكون مؤثرة على الشارع وتكون مؤثرة في حتى الرأي السياسي؟ إيه لاحظ يعني إيه؟ صارت معك مواقف معينة إيه جدا وأكدت هذا الشيء جدا الحقيقة. بس الآن السنوات الأخيرة عقب دخول التويتر قلت، لكن قبل كان تأثير هائل جدا. أصحاب الأعمدة حقيقة تأثيرهم هائل جدا، الحين يمكن خف شوية أمانة، وصارت لي يعني عدة مقالات في السابق كان لها تأثير الحمد لله تأثير زين الحقيقة. ومحمد كنت من ضمن الأسرى فترة الغزو الغاشم، يعني ودنا نتكلم على هذه الفترة، فترة الغزو، وعن شلون تم الأسر. أنا كان عندي بيتين قبل الغزو، بيت بالقاسية وبيت قرطبة، وعقب الغزو مباشرة يعني شفت طبعا حطوا تريلا قدام بيتي اللي بالقاسية وشالوا وخذوا كل اللي فيه واستولوا عليه. فانتقلت إلى بيتي اللي فيه قرطبة، وأنا راجع من بيتي بقرطبة إلى القادسية صلاة الجمعة يوم 22 فبراير خذوني العراقيين، خذوني سجن الفردوس 3 ليالي، وبعدين رحلونا حتى شفت الأخ عبدالله الرومي وبعض الإخوة خالد السعيد وكذلك الأخ النجار وكذلك الأخ بعمر المحيسن ومجموعة الحقيقة محمود الغانم، يعني مجموعة طيبة، مجموعة احنا كانوا يسمونا قيادة السجن، كنا ورحلونا إلى بصخير مرورا بالزبير. ب 22 فبراير تم إلقاء القبض عليك؟ إيه. وبعد 3 أيام تاريخ 25 فبراير تم تحويلكم إلى سجن بصخير؟ إيه نعم. 1300 كويتي كنا تقريبا. 1300؟ إيه. وطبعا لا ماي ولا أكل، وبدأوا الأسرة يتساقطون من الإعياء ومن المرض. ف يا مدير السجن وقال من منكم طبيب من منكم صيدلي؟ فقلت له أنا، فأعطاني العيادة مالت السجن وكان فيها أدوية بسيطة جدا جدا، فقمت أعالج أدور على الزنزانات وعالج، واستطعنا شراء من أحد الحراس العراقيين رادو
تايواني هالكبرى اللي نص ابيض ونص احمر تسمعوا الاخبار زين هذا الرعد والوسيط هذا كان يصوت امريكا ولندن لان احنا كنا في مساحه فاضيه يعني مو بين بيوت وكونكريت فيسهل ظهر الالتقاط الحقيقه وكان يجيب الكويت هنا او هنا الكويت عاد سمعنا تحرير الكويت والمسيرات واحنا هناك يعني قلنا سبحان الله صبرنا 7 شهور اخر 3 ايام واخر شهر لنا طبعا انا كنت يعني رئيس اللجنه الشعبيه اللي في القادسيه اللي كنا نوزع الاغذيه والفلوس لما كانت وهذا فلوس. كان سبب القاء القبض عليك محمد لا كان ولا فجاه لا لا كان في يوم 22 فبراير يوم جمعه كان وعقبه بيومين كان لقطوا الناس من الشوارع ومن البيوت ومن المساجد لقطوا حوالي 4000 كويتي لقطوهم في هذه الفتره احنا طبعا كنا اخر دفعه انقلونا من الفردوس لابو صخير يعني شفنا الهواي اللي هناك توفى واحد من الكت موديم استطعت اقناع امر السجن انه طرش معي 5 من اللي كلش تعبانين واحد مسوي زراعه كله وهذا لازم ياخذ كورتيزون على طول ولا تطيح الكله يرفضها الجسم واحد كان عنده اللي هو الهاف قولون وكان ينزل دم واحد عنده سكر شيء يتوفى هذا واحد ايضا كانوا تعبانين بعضهم فبالزور سمح لنا ان ننقلهم مع حراس الى المستشفى العسكري في البصره وكانت الثوره الشعبيه في البصره في على وجهها منطلقه وقفونا نزلونا فتشونا كم مره يعني المسافه 15 كيلو وقعدنا يمكن ساعتين ونص يلا وصلنا ولما اعطيت الامر المستشفى كتاب من امر السجن انبهر قال شلون شربوا ماي الشط من غير ما تفورونه طبعا حسب دراستي شفت الشباب اللي كان يشرب ماي من الشط اللي كان يجيبوه من الشط بجدور زين كان في مجموعه من الشباب الكويتيين من الاطفاء جايبينهم ملابسهم من الاطفاء فكانوا ياخذونهم الحراس ويودونهم لاقرب مستنقع ولا اقرب مكان فيه ماي من الشط او غيره فيجيبونه من شرب الكويتي الاسير عقب 24 ساعه اسهال دم هذا اللي يسمونه الاميبا ديزنتاريا الاميبيه زين فعلى طول جاب لي ادويه كثيره وقال لي شلون الحقيقه ما شذي يعاملونكم انا اخوي العام وديته الكويت اخذت الادويه ب 17000 دينار مال السرطان ادويه السرطان فتعاطف جدا الحقيقه حتى قال لي ايش كثر صار لك ما شاف ماي قلت له كم يوم ما شاف ماي فجاب لي درب ترى درب هذا نوعين سكر وملح فجاب لي درب سكر وقصه بالمقص وشربته لتر كامل يقمه واحده يمكن فقال لي تبي واحد ثاني قلت له ايه يا واحد ثاني سويتنا فيه شوربه بس شفسته ما شربته عاد انا الحين بسالك بما انك صيدلاني هل عادي تشرب درب من غير المتعارف عليه نحط درب السكر 5% دكستروز سكر هذا ما هي سكر بس معقم يعني احنا فاهمين درب بس انه ينحط الوليد ويا ملح 0.9% صوديوم كلورايد او سكر يعني ملح او سكر زين طبعا ملح يمكن مالح ما يقدر يشربه شيء بس السكر هذا يعني الحين اذكر طعمه تصور عقب ايام ما شربت ماي يعني شلون يعني هذه نعمه تحس فيها يعني اقول لك تفسته وديته وياي الاسر حق الربع اللي بالسجن كل واحد يغبى كل واحد يغبى كل واحد يغبى هو نايل الحوالي لتر او لتر ونص كذي اللي يعلقون على المريض ف يعني الحمد لله بعدين يوم افتكر 15 مارس جابونا قطونا على الحدود وردينا مشي اول شيء شفنا معسكر حق الجنود الامريكان والصليب الاحمر اعطونا اوراق صفر مات الاسر اعطونا واحنا هناك الحقيقه وما استخدمته ولا وديته تعويضات الحمد لله خليته عندي هذا كنا احنا نعمل في سبيل الله ثم فداء للوطن ما حبيت اخذ اي مقابل الله يحفظ هالديره يا رب عسى الله يحفظ هالديره يا رب متواصلين معكم محمد اكيد ومتواصلين مع مشاهدينا الكرام فاصل ونستكمل هذا الحديث الشيق مع احمد باقر النائب والوزير السابق ان شاء الله
رجعنا معكم مشاهدينا في برنامج إسراي ومع ضيفي الكريم النائب الوزير السابق أحمد باقر أبو محمد. يمكن خلال السيجمنت الأول والسيجمنت الثاني تكلمنا عن حياة أبو محمد، ولكن لازم أتكلم عن الحياة السياسية في أحمد باقر أبو محمد. يمكن خطفتك السياسة مبكرا عن الصيدلة وبعد هذه الدراسة، وأنت عشقت الصيدلة واخترت هذا الاختيار، بس شنو الشيء اللي خطفك إلى السياسة مبكر محمد؟ أولا أنا طبعا صيدلي، بكالوريوس صيدلة وماجستير صيدلة من بريطانيا وشهادة تخصصية من السويد في الرقابة، وهذه وايد فادتني في عملي في مجلس الأمم. لما صارت يعني قدمت الحكومة في مجلس 81 اقتراحاتها لتنقيح الدستور، أنا ومجموعة من الشباب في منطقة القادسية الحيل معروفين يعني الآن، يعني كلهم تولوا مناصب عليا في الدولة الحقيقة، كنا نروح نقابل النواب ونحثهم على عدم الموافقة على التعديلات لتنقيح الدستور، لأن تقلل السلطة الرقابية وتقلل السلطة التشريعية. فكنا نقابل كذا نائب، وكنت أنا مثل ما تقول المتحدث الرئيسي، لأني فعلا قريت كلام دكتور عثمان عبد الملك وآخرين وشفت التعديلات وخطورتها، وأنا الحمد لله يعني عندي حب القراءة وحافظ المواد هذه كلها. فكان يقول لي الإخوة اللي وياي هم مجموعة دوائنة الأخ خالد ربيعان تكلم وقول وناقش، فضغطنا على عدد كبير من النواب إن جماعة لا توافقون، وبالفعل الحكومة ما حصلت العدد الكافي لتعديل الدستور. بعدها نفس الإخوة وآخرين قالوا طيب أنت متمكن ليش ما ترشح نفسك؟ هني بدأت قضية الترشيح. بس طبعا أنا لازل صيدلي ولازل يعني الحمد لله أمارس مهنتي وعندي صيدليتي الخاصة الحقيقة. طبعا كل صيدلي كويتي له حق في صيدلية واحدة إذا كان ما يشتغل بالحكومة، طبعا صيدلي لازم يكون خريج. المهم دشيت انتخابات 85 وفزت بحمد الله تعالى، واستمرين بحمد الله عملنا قوانين قانون مهنة الصيدلة الجديد، عملته في مجلس الأمة أي سنة محمد؟ ولا زال معمول فيه أي سنة كان؟ مجلس 92 بعد التحرير. أبو محمد بعد التحرير شاركت في أهم لجنة برلمانية للتحقيق في الغزو، هل توصلتم إلى شيء معين من خلال هذه أشياء اللجنة؟ أشياء مو شيء واحد. أشياء مثل شنو أبو محمد؟ يعني عملنا إحنا أربع تقارير، التقرير الأول مالي، والتقرير الغزو يوم بيوم، والتقرير السياسي، والتقرير إعادة بناء الجيش الكويتي بعد التحرير. التقارير الثلاثة الأولى كلها علنية مو سرية، والتقرير الرابع هو الوحيد السري اللي هو إعادة بناء الجيش والاتفاقيات الأمنية اللي صارت مع أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا. زين التقرير الأخير هذا محفوظ في خزانة المجلس، ليومك ما حد طلع عليه، ليومك ما حد طلع عليه ولا نشر. اللي نشرناه التقارير الثلاثة الأولى، السبب السبب إن إعادة بناء الجيش، ما ودك بعد خصومنا يعرفون جيشنا الحقيقة؟ لا قصدي يعني ما تم العمل فيه في هذا التقرير. لا التقارير الثلاثة هي التقرير المالي وحيلت القضايا المذكورة فيه كلها إلى النيابة. التقرير السياسي مهم جدا، أنا أعتقد الحكومة الكويتية استفادت منه ولازم كل كويتي يقرأ. يعني كان أهم شيء فيه إنه كان في إشارات واضحة بغزو كامل، الحكومة الكويتية ما استعدت رغم المؤشرات الواضحة الحقيقة. طبعا كلام السفراء، كلام المندوبين العسكريين والإعلاميين حتى اللي بأمريكا واللي طرش فاكسات واللي طرش كذا، وكذلك أيضا التقرير الثالث وهو من أهم التقارير اللي يوصف ساعة يوم الغزو ساعة بساعة، أحيانا في بعض يعني الفقرات دقيقة بدقيقة شنو صار في الجي 1 بالضبط لما وصلوا العراقيين لدوار العظام، والشيخ سعد الله يرحمه والوزراء كلهم كانوا موجودين. زين يقول المسؤولين العسكريين في مقدمتهم كان وقتها العقيد محمد الإبراهيم، وقال حق الشيخ سعد وصلوا دوار العظام، وكان واحد عراقي تسلق وركب مأذنة مالت الطب الإسلامي، مستشفى الطب الإسلامي، مسجد الطب الإسلامي اللي هناك، وقام يوجه المدفعية فقال بسرعة امشوا طلعوا، فطلعوا الشيخ سعد جزاه الله خير الحقيقة راح سيده حق الأمير، ما راح بيتهم، راح حق الأمير وأخذ الأمير وراح السعودية. مذكور هذه الأحداث أقول لك بالدقيقة دقيقة بدقيقة في التقرير العسكري اللي هو الأحداث يوم بيوم. الحقيقة تقرير مهم جدا لازم يقرأه كل كويتي، أنا والله وزعت منه مئات. أنا سويت عنه برزنتيشن يعني تشرف على التقرير، كان جدا جميل يعني تقرير. بعض الناس يظنون أنه سري، مو سري التقرير، لا السياسي ولا المالي ولا العسكري،
المالي نشر في القبس، السياسي نشر في الطليعة، العسكري ما نشر للأسف. ولما حاولنا حتى نناقشه في مجلس الأمة الحكومة طلبت أن ما يناقش زين، وأنه يوافق عليه بدون مناقشة. وكان هذا القرار يحتاج حسب اللائحة إجماع، في واحد بس اعترض ما حققنا الإجماع، ما الحكومة ما سبب الاعتراض شنو كان؟ هذا الاعتراض الوحيد. أنت الاعتراض؟ إجماع ناقشه. أنا أنفقت سنتين في التقرير وكتابته، طبعا كان رئيس اللجنة الإحصاء والفضالة، أنا كنت مقرر اللجنة وكنت رئيس لجنة التحقيق المنبثقة من اللجنة. بعض الناس يقولوا لي بدون أنت ما سويت حتى لجنة تحقيق، سويت لجنة تقصي حقائق. القرار اللي كان كاتبه الله يرحمه ويسكن الجنة الأخ حمد اليوعان، زين، إنها تبدأ لجنة التحقيق وتتحول إلى تبدأ لجنة تقصي حقائق وتتحول إلى لجنة تحقيق وقت ما تشاء. احنا بالنص خلال العمل حولنا نفسنا الى التحقيق، صرت انا رئيسها الحقيقه. فالتحقيق زين، حتى كان الشيخ سعد يقول حققوا مع صدام، حققوا مع الحكومه الكويتيه، يعني فعلا الحكومه الكويتيه. احنا شوف يعني خطأنا الحكومه الكويتيه في مواضع، لكن جينا في مواضع مدحنا. الشيخ سعد لما راح طلع الامير مدحنا شلون تم تحرير الكويت الحقيقة. فالتقرير كان جدا منصف. بعض الناس قالوا هذا ضد الحكومة، وبعض الناس قالوا ما سووا شيء. بعضهم يعني استغربوا أصلا شلون يعني تذكر هذه المعلومات في تقرير وينشر ويناقش وإلى آخره. ولكن هذا ندل يدل على يعني نتمتع بالديمقراطية ونحمد الله يعني على هذه الديمقراطية وعلى الرأي الآخر. أبو محمد، إلى أي مدى ترى دولة الكويت استفادت من دروس الغزو الغاشم؟ موايد السبب موايد للأسف، يعني صار في استفادة أقدر نقولها. إن أول ما يصير حشد مثل أيام صدام حسين لما سوى حشد في أكتوبر 96 أعتقد ما أخذتني الذاكرة، زين، على طول الكويت حشدت. الكويت سوت اتفاقيات دفاعية مع بعض الدول الكبرى، هذا نقدر نقول إن هذا استفادة بالفعل، زين. لكن بالمقابل الحقيقة تجهيز يعني إعداد الإنسان الكويتي، يعني إعداد الكويت كلها للقضية اسمها الأمن الوطني، قضية مو بس أمن عسكري وبس، في أمن وطني ككل الحقيقة، اقتصاديا واجتماعيا. كل المحللين الاقتصاديين يقولون احنا وضعنا الاقتصادي مو زين، وفي عندنا الحمد لله شوية خير فلوس مغطية، بس إذا اعتمدتوا على النفط على طول راح تعانون في المستقبل معاناة صعبة جدا. هذا ما تم علاجه كما ينبغي، الإنسان الكويتي ما تم تدريبه وتأهيله كما ينبغي، بمس عسكريا لكل الأعمال. يعني أطلق على سبيل المثال، حطينا حجر الأساس حق مستشفى جابر في 2005، أرحم الشيخ جابر، يعني كلنا نحبه ونحب مجلس وزراء الشيخ صباح الله يحفظه، وقال نبي نسوي مستشفى باسم جابر، أكبر مستشفى في الشرق الأوسط. حطينا حجر الأساس قبل 12 سنة، السنة هذه لما يفتحونه لقوا ماكو ستاف، لا أطباء ولا ممرضين ولا فنيين مرات المختبر ولا فنيين أشعة ولا فنيين سونار، ولا زال يعاني من بعض يعني الملاحظات وعدم جاهزيته. يروح الآن المراجع يقعد له ينطر له. زوجة ولدي راح مع ولدي كان لها ألم، راحوا المستشفى أحد المستشفيات قبل حوالي 3-4 أيام للفير ما يهم الدور وتتألم. كانت زي ليش ما جهزتوا كدولة؟ أنتوا كدولة هالسنين هذه كلها وين كان المفروض بعثات الأطباء، بعثات حق التمريض، بعثات حق الأشعة، السونار، المختبرات. الحين اللي قاعد يتخرجون التعليم الآن مو كله بس أكثره وظائف غير مرغوبة في سوق العمل. وأذكر سويت أنا تقرير في اللجنة التشريعية المقرر التشريعية في مجلس 92 الحقيقة، زين، كان التقرير عنوانه زين ان ضروره موافقه مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. تصدق برنامج الحكومه اللي قدم قبل حوالي اسابيع الجديد لان 2017، برنامج الحكومه اللي قدم لمجلس الامه فيه نفس الجمله، ما تغيرت للحين. سوق العمل ما فيه كويتيين، والتخصصات المهمه ما فيها كويتيين، والسبب وين الخلل محمد؟ الخلل ما يبغوا يزعلون احد. خذ لك اي شهاده اي جامعه من اي ديره حتى لو شهاده مضروبه وظيفتك موجوده، بدل ما تقول لا يبا هذه الوظائف انا اكتفيت منها، تبي وظيفه محترمه ادرس شيء ثاني، وانا مستعد اسوي لك بعثات، اسوي لك دراسات بس بالتخصصات المطلوبه بسوق العمل الحقيقه.
محمد تقلت أكثر من حقيبة وزارية خلال يعني وجودك في العمل السياسي، نبي أكثر حقيبة كانت قريبة لأحمد باقر. العدل بدون تردد، 5 سنين وشوية. رغم يعني بعض يعني تعرضت لي النقد بعض الأحيان، والسياسي طبيعي يعني يتعرض للنقد عادي، مو دائما يكون النقد النقد أكيد، بس أقول لك العدل الحمد لله يبنى المتهم الأول في قضية الناقلات، يبنى مئات الملايين المسروقة، زين سوينا إصلاحات. كانت الحين نشوف كبار رجال العدل بالكويت يقول فترتنا الحمد لله كانت فترة ذهبية. أمس في زواج شفت الأخ مشاري المطيري واللي كان وكيل عدل ما كنت موجود نفس الانطباع عنده، يقول وكان وكيل كان عنده طبعا اتصالات مع كبار رجال العدل، يقول كانت فترة الحمد لله ذهبية، يعني الحمد لله سوينا إنجازات ضخمة جدا بالنسبة لتنفيذ الأحكام وبالنسبة لشو التفاهم، يعني لما نحصل نجيب ملايين من برا، لما نجيب المتهم الأول في قضية الناقلات، لما هذا كان له انطباع وايد زين وايد زين الحقيقة الحمد لله العدل. أيضا الأوقاف الحمد لله مشينا فيها زين الحقيقة، كنت ألتقي مع الخطباء الجمعة في أحلك الأوقات اللي كانت أحداث 11 سبتمبر والإرهاب ومشاكلة زين، والعمل الخيري زين، كنا ألتقي بالخطباء مرة بالشهر، هاي ما حد سواها لا قبلي ولا عقبي بالنسبة كل الأوقاف. الله يعطيك العافية محمد، يمكن أنا الوقت حيل داهمني ولكن عندي سؤال وأتمنى إجابة سريعة، علاقتك مع أحفادك؟ والله الحمد لله يزورني طبعا كل بالأسبوع مرة، أعز من الولد ولد الولد. أي والله أنا أستانس معاهم جدا الحقيقة، كل اللي أقدر أوفر لهم من وسائل الترفيه الحقيقة. معطيهم وقتك؟ إيه يوم كامل، يوم الجمعة كامل حق الأحفاد العيال. لا زال العمل السياسي يستهويك؟ طبعا أتابع متابع لما يزور في المجلس، وأنصح وأبين وأتصل. أنا بالمجلس اللي طاف الحمد لله تعالى دعوني مجلس أمة عدة مرات واستطعت تغيير تعديل 6 قوانين معروضة في المجلس، الوكالات التجارية أنا عدلتها وأنا برا المجلس، ونادوني اللجنة وخذوا تعديلاتي. قانون البلدية قريت الأسبوع الماضي أن البلدية أوقفت تأشيرة للوزير، ليش؟ لأنها تخالف القانون، من حط القانون 49 أنا حاط المادة 49 وأنا برا المجلس في قانون البلدية الجديد، أن أي قانون أي تأشيرة من أي مسؤول كان إذا تخالف اللوائح لا يعتد بها وتعتبر باطلة. عند قانون البي أو تي اشتغلت فيه وأنا برا، عند قانون الكهرباء لما كانوا حاطين البيوت مع السكن الخاص حاطينه مع الاستثماري والتجاري، سوينا حملة وندوات الحمد لله تعالى، لما وقفنا شالوا استجابوا جزاهم الله خير، يعني استجابوا شالوا البيوت من زيادة الكهرباء. إذا حريص على لازلت على السياسة ومتابعة السياسة. أبو محمد شنو شايف الأعمال والإنجازات في مجلس الأمة أثناء توليك العمل السياسي؟ والله بحمد الله تعالى كثير ومفتخر فيها. لما زرني بدوانيتي راح تلقى القوانين اللي سويتها كلها معلقة على الطوفة. كنت رئيس اللجنة التشريعية لما سوينا قانون المدني على الشريعة الإسلامية، سويت قانون تجريم التعرض الذات الإلهية والأنبياء والصحابة بمجلس 85، سويت إجازة الأمومة اللي استفادوا منها عشرات الآلاف من نساء الكويت بحمد الله تعالى، سويت قوانين ساهمت في قوانين الإسكان، في قوانين الإسلامية اللي سويناها ما تعمل المرأة في الأماكن المخصصة للرجال، قوانين منع الاختلاط، قوانين الحية، الجزاء عدلنا، دخلنا عقوبة الإعدام لتاجر المخدرات، عقوبة الإعدام اللي يخطف الأطفال أو البنات ويغتصبهم الحية، عملنا قوانين أيضا الإسكان، قانون حماية الأموال العامة، في ما قانون أضفناه سنة 2003 أنقذ 2003 ولا 2004 كنت وزير عدل، أنقذ 2004 إيه أنقذ يعني مئات الملايين المسروقة، لأن القانون السابق إذا مضت مدة معينة على يسقط بالحكم الابتدائي اللي صدر على واحد بايق مال مال عام ومنحاش وما حضر الاستئناف ولا تم اصطياده، عقب مدة معينة يسقط الحكم ويرد يتمتع بفلوسه بالكويت قدامنا بدواوين نشوفه يتمتع بفلوسه وهو حرامي. فدخلنا مادة مع المرحوم حامد العثمان الله يرحمه من خيرة الناس الحقيقة، هذا رجل فذ من أبناء الكويت اللي كان نائب العام الحقيقة، دخلنا قانون أن الحكم الابتدائي إذا ما جاء واستأنف في مدة محددة عقب ما ينشر الحكم في الجريدة الرسمية زين وفي الجرائد اليومية، إذا ما يستأنف يصبح الحكم الابتدائي يصبح حكم نهائي وينفذ عليه وعلى أمواله داخل الكويت وخارج الكويت.
من افضل القوانين. الله يعطيك العافيه ابو محمد، ويمكن حتى الوقت داهمني وعندي الاسئله كثيره، ويمكن انا انطلقت معاك حتى خارج المحاور واسترسلت وياك، وصلنا للختام ابو محمد، كلمه اخيره. والله اشكرك، ما قصرت ما شاء الله عليك، وذكرتني في جهودنا السابقه وذكريات طيبه. الله يحفظك. سبحانه وتعالى ان يوفق اخواننا اعظم السمه ان ينهضون بالبلد، وخاصه الوضع الاقتصادي، يعني لان عندنا 420 ألف كويتي بيدش سوق العمل، يعني بيتخرجون خلال 15 سنة القادمة. ذيلا ضروري مجلسهم من الآن تسوي لنا نهضة اقتصادية عشان يلقون وظيفة، ما يتوظفون بالحكومة كلها الرواتب. وأكيد رأيك أيضا مهم أبو محمد، ويستأنسون برأيك، وأكيد راح تقدم أكيد أمور معينة أو حلول معينة تقدمها لي. الله يوفقكم. الله يوفقكم. آمين. نكون وصلنا للختام مع ضيفي الكريم النائب الوزير السابق أحمد باقر، لقناكم بحب وعلى الخير والمحبة بإذن الله، نلتقيكم في الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ومع السلامة.